السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده احنا هنعمل مع بعض حاجة حلوة، هنعمل مع بعض الشعرية الصعيدي على اصولها. يعني ايه الشعرية الصعيدي؟ الشعرية دي اهل الصعيد هم اللي عارفينها اكتر، علشان بيعملوها يعني وكده، لها طريقة خاصة في الاعمال بتاعتها. الشعرية شبهها كده، شبه المكرونة الاسباجيتي بس متحمصة. بيعملوها ازاي بقى؟ بيعملوها بمكنة، مكنه بتعمل مخروطه. لو عارفين المكنه دي، اهل الصعيد طبعا هم اللي عارفين الشعريه دي. المكنه دي بتعمل المخروطه وبتعمل الشعريه دي. المخروطه طبعا احنا بنعملها على البخار، لكن الشعريه بياخدوها بقى بيحمصوها في فرن لحد ما تبقى ناشفه كده، ويكسروها تبقى زي المكرونه الاسباجيتي بالظبط، بس متحمصه شويه. طريقتها سهله جدا وبسيطه، وحاجه حلوه بقى. انتوا عارفين الشتا طبعا بيبقى عايز حاجات سخنه، نعملها على طول. احنا مقاديرها بسيطه جدا. انا جايبه نص كيلو، حوالي نص كيلو. بتجيبها طبعا من الناس، في ناس ساعات بتقعد بيها، بتيجي من الصعيد ويقعدوا بيها، اللي هم بتوع الجبنه والزبده وكده والبيض، بيبيعوا الحاجات دي يعني، هتلاقي معاهم الشعريه دي. بجيب كيس منهم، هي بتتباع اكياس يعني، ونضيفه جدا طبعا ومغلفه. فجبت كيس منها، ومحتاجه معاها كمان باكو فانيليا بس، وسكر حسب الرغبه. وهعملها انا بلبن. في ناس بتعملها بطريقه ثانيه غير اللبن، بتعملها بتسلقها عادي وتحط عليها معلقه زبده وسكر بس، وياكلوها كده بس بعد ما تصفيها من الميه. لكن انا هعملها قدامكم بالطريقه اللي هي بتاعت اللبن. طبعا معايا ميه مغليه بتغلي على النار زي ما انتم شايفين كده، هنسقط فيها بس الشعريه. اللهم صل على سيدنا محمد. دي جميله جدا يا جماعه، يعني يا ريت تلاقوا الشعريه دي موجوده وتجربوها، ان شاء الله تعجبكم. وهنقلب بس فيها كده شوية، ونسيبها لحد ما تستوي شوية، يعني ايه نص سوا، وبعد كده هوريها لكم نعمل فيها ايه. انا مش هضيف عليها سكر ولا فانيليا ولا لبن دلوقتي، لحد ما هي تغلي شوية مع نفسها وبعدين اوريها لكم. شايفين يا جماعة بعد ما هي وهي بتبتدي معدها في الغليان، ريحتها فظيعة جدا، والشكل بتاعها بتنفش شوية. طبعا لسه دلوقتي برضو هسيبها شويه كمان، لان انا هعملها بلبن، لازم تتسلق وتبقى مسلوقه كويس جدا وطريه عشان ما تبقاش ناشفه. بس بقى انا حبيت اوريكم الخطوات بتاعتها. اول ما بتحطها في النار، في الميه قصدي، وبتغلي بتنفش شويه كده زي ما انتم شايفين. شايفين الشكل بتاعها، لونها كمان ما شاء الله. تحيه من الاهل الصعيد يا جماعه، وناس الصعيد اللي بيعملوا الحاجات الحلوه دي ما شاء الله يعني. اهي شايفين، هسيبها طبعا لحد ما الميه بتاعتها تتشرب، وبعد كده نحط نضيف عليها اللبن. هنبص بقى على الشعريه بتاعتنا. شايفين يا جماعه اتشربت من الميه بتاعتها خالص اهي، وشايفين نفس كمان بقى شكلها جميل ازاي، استوت تماما كده خلاص. هنعمل ايه بقى الخطوه اللي بعد كده؟ اللي بعد كده هنجيب بقى الباكو فانيليا ونضيفه عليها. زي ما انا قلت لكم في طريقتين ان انت تعملي بيها الشعريه دي. الطريقه الاولانيه ان انت تاخديها تصفيها من الميه وتحط عليها سكر ومعلقه زبده وتاكليها عادي، بس بتكون من غير لبن. الطريقه الثانيه اللي انا هعملها معاكم دي هي باللبن. معايا مط بسكر هنحطه، علشان لسه هنضيف اللبن كمان، هنشيل منه شويه سكر حسب الرغبه زي ما قلت لك، وتقلبيها تقلبتين كده. وبعد كده نضيف الكيلو، انا جايبه كيلو لبن وغالياه كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. نضيف اللبن بتاعنا، اللهم صل على سيدنا محمد كده ما شاء الله. تاخد غلوه واحده بس، غلوه واحده بس عشان هي مستويه. وريحتها يا جماعه جميله جدا، خطيره خطيره خطيره. هضيف بقى برده كمان عليها ايه؟ هضيف عليها نص معلقه زبده بس صغيره، سمنه بلدي طبعا. بص انا ضفت قد ايه على الكميه دي كلها، هي دي بس عشان تديها طعم جميل كمان، بس كده. وهتاكلوا شعريه بقى ما شاء الله يعني، تفضلوا معانا يا جماعه. بس انا حبيت اوريكم الطريقه، يا رب تلاقوا الشعريه دي موجوده بس عندكم. بتبقى موجوده طبعا زي ما قلت لكم كده مع الناس اللي بتبيع جبنه فلاحي وزبده وكده، بيبقوا جايين من الصعيد وجايبين الخير بقى معاهم الحاجات الحلوه دي. بس كده الزبده بدات تسيح كمان معانا على الوش اهي. هتاخد غلوه واحده بس او غلوتين اتنين بالظبط، وبعد كده نعبيها بقى في كاسات او مطابق صغيره. ووريها كده يا حبايبي، خلاص الشعريه تمام. فضيتها بقى في كاسات او مطابق، تعمليها زي ما انت عايزه، شكلها جميل جدا وطبعا مغذيه للاطفال، للكبار والاطفال طبعا، عشان عليها لبن.
اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وتحيه مني تانية لاهل الصعيد اللي بيعملوا الحاجات الحلوه الجميله دي، والفلاحين كلهم عموما تحيه مني ليهم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوناش بقى اللي ما اشتركش عندي في القناه يشترك ويفعل زر الجرس ويدعمني بلايك علشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامه.